ترى محافظات، احنا جايين من واسط. من واسط حياكم الله. من واسط شلون هو واسط؟ واسط خير من الله. زينة؟ الحمد لله خير. اجيتوا منطقة الكاظمية؟ اي. شلون شفتوا الخدمات اللي بيها؟ كطرق، ككهرباء، كمي؟ والله هاني اذا تسالني عن موضوع بغداد، اشوف المحافظات الجنوبية الان البناء والتطور والاعمار هواي افضل من محافظة بغداد. يعني الطرق كلها اشوف انها مزدحمه، خدمات ما بيها، تبليط مو ذاك التبليط النظامي، لاكو طرق ثانويه يفتحون الازدحامات، اكو ازدحامات هواي. بس بالنسبه للمحافظات مثل واسط غير محافظات الجنوبيه، لا بها اعمار، بها حركه بناء، بها بنى تحتيه قاعد يتطور خصوصا هاي الفتره، يعني احس اكو تغير ملحوظ. يعني تقول انت اليوم المحافظات صارت افضل من بغداد، وبغداد هي العاصمه بالنسبه للحركه والبناء والاعمار. اي بالضبط. هسه احنا مثلا واسط يعني حركه ازدهار وبناء بها بشكل مو طبيعي. حجينا نعم، انت شنو رايك؟ مثل رايك اليوم بالاعمار اللي موجود؟ يعني بعض يقول لك المحافظات العراقيه صارت افضل من العاصمه من بغداد بالاعمار والبناء. انا اقول نعم. جينا من ساعه يعني ماكو بناء، ماكو اعمار، ازدحامات روح وتعال. اي لكن المحافظات الجنوبيه مثل واسط لا بها اعمار. زين اكو ازدحامات بواسط مثل ما تقول؟ ازدحامات بواسط؟ ماكو ازدحامات؟ لا ماكو. هسه احنا جينا ساعه يلا طبنا هنا فوق ساعه ازدحامات. يعني خصوصا بس المدخل مال بغداد مزدحم بشكل مو طبيعي. ولا يبين باي تغيير يعني ملحوظ خلال هاي الفتره كلها، ماكو اي تغيير ملحوظ. شكرا جزيلا. حياكم الله. الله يحييك. شلونكم شباب؟ شلون صحتكم؟ شو اخباركم؟ عساكم بخير. خلينا نشرف فيكم شويه. تعال يمي هنا، تعال. من منطقه الكاظميه لو مين؟ لا انا من بغداد. بغداد جديده. بغداد جديده ومنطقه الكاظميه، شلون شفنا الخدمات؟ بالكاظميه افضل لو بغداد جديده افضل؟ لا طبعا الكاظميه سلام الله عليه. بالكاظميه؟ طبعا.